هل فكرت لماذا خلقت ولماذا وجدت في هذه الحياه انك خلقت لتعبد الله قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولن تحقق العبوديه حتى تطيع امر الله فتفعل ما يامرك به وتجتنب ما ينهاك عنه فلا يستحق مقام العبوديه من يتمرد على ربه ولن تكون عبدا لله حقا حتى تحبه وتعظمه ولا تشرك به شيئا قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ومع حبك لله ترجوه وتخشاه فالخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استوى يستوى الطائر وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص. ولن تكون عبدا لله حقا حتى تجعل العبادة منهج حياة، لا مجرد شعائر تؤدى داخل المسجد. قال تعالى: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين". فالعبادة ان تجعل المعاملات الاقتصاديه والعلاقات الاجتماعيه والمناهج التعليميه وكل مناحي الحياه موافقه لشرع الله قال تعالى يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه فالمسلمون مامورون ان ياخذوا بجميع عرى الاسلام وشرائعه والعمل بجميع اوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك ولن تحقق تمام العبوديه حتى تقوم بعبادات القلب كالاخلاص والتوكل وعبادات اللسان كالذكر والدعاء وعبادات الجوارح كالصلاه والصيام وبهذا يتم الايمان فالايمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان ولن تكون عبدا لله حقيقه حتى تستمر على العباده الى اخر لحظه في الحياه قال الحسن البصري رحمه الله يا قوم المداومه ان الله لم يجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت ثم قرا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين